بدأ الإسراء والمعراج. الإسراء بالليل، لأن كلمة الإسراء تدل على الإسراء. يقول أهل اللغة الإسراء هو المشي أول الليل، وقال بعض أهل اللغة هو المشي كل الليل. ومما يدل على أنه بالليل قوله عز وجل: ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا الليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أسفاره بالليل. لما؟ لكي يوافق عليه الصلاة والسلام فعله قوله، فإنه عليه الصلاة والسلام حظ المسافرين على أن يسافروا بالليل. لما؟ لما السفر بالليل دون النهار؟ جاء في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة، وهو السير في الليل، عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.